منتخب مصر لكرة اليد امبارح كان بيعمل عظمة كده زي ما بنقول، كان بيلعب وهو سايب ايده، كان بيلعب بمنتهى الثقة، فاز امبارح طبعا في النهائي على المنتخب الجزائري. وبالمناسبة انك من المعروف طبعا وكلنا عارفين حاجة زي دي انه المنتخبين الاقوى هم اللي بيوصلوا للنهائي، فانك تقابل الجزائر هو طبعا بكل تأكيد له كل الاحترام ومنتخب قوي، لكن انت كنت عامل فرق كمان في النتيجة، النتيجة كانت 29-21 وده فرق كبير جدا في مباراة نهائية، مباراة كأس افريقيا لكرة اليد، عشان طبعا منتخبنا يحقق البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي، ويتأهل بكده لأولمبياد باريس 2024. كل اللعيبة كانوا ابطال وعلى قد المسؤوليه واسعدونا كلنا امبارح يا بسنت. يعني عايز اقول لك يا شاذلي ان احنا متعودين من منتخب اليد ان هو دايما يسعدنا ودايما يحقق نجاحات وبطولات، وهو ده اللي احنا مستنيينه من يعني اللاعبين بتوعنا الرجاله اللي هم في الحقيقه بياكلوا الملعب. الحقيقه مصر اصبحت قوه عظمى في كره اليد العالميه بمنتخب شباب من المحترفين في اقوى الدوريات العالميه، عشان كده كلنا عندنا ثقه في لاعبتنا انهم ان شاء الله يفوزوا في النهائي ويسعدوا المصريين ببطوله هي الاغلى، بطوله افريقيا، وعشان كده اولمبياد باريس هتكون تحدي كبير قوي للفراعنه باذن الله، وهم قد التحدي وده اللي احنا اتعودنا عليه منهم ان هم دايما يعملوا اللي عليهم وزياده ويقدموا مباراه تستحق المتفرج والمشجع المصري انه فعلا يتابع هذه المباراه. كلنا النهارده بنتابع كره اليد، ويمكن دي حاجه جديده علينا يعني الشعب المصري، ان احنا دايما متعودين على كره القدم بس النهارده في لعبه زي كره اليد، احنا كلنا قاعدين مستنيين المباريات وندعم منتخبنا كل الدعم. طبعا بكل تاكيد يا بسنت، وزي ما كنت بتتكلمي احنا طبعا كان هي اللعبه الشعبيه كره القدم وكلنا كنا بنلتف حوالين هذه اللعبه سواء بقى بالنسبه للانديه او بالنسبه للمنتخب، لكن كره اليد خدت نصيب كبير جدا من متابعة الجماهير، كلنا بدأنا نعرف مواعيد كمان المباريات، وده نتاج طبيعي للي بيعملوا هؤلاء الأبطال. مصر كمان كان ليها النصيب الأكبر امبارح من الجوائز الفردية في بطولة أفريقيا لكرة اليد. يحيى الدرع خد جائزة أفضل ظهير أيسر، سند خد أفضل جناح أيمن، أحمد هشام سيسة خد أفضل جناح أيسر، وأحمد عادل كمان هو هداف البطولة. الحقيقة الفريق كله يستاهل الفوز، كل اللعيبة كانت متألقة وعملت اللي عليها. محمد علي نجم المنتخب ونجم لوجرونيو الاسباني كان نقطه تحول كبيره جدا في الشوط الثاني، وده طبعا يخلينا كمان نفتكر الدور الكبير اللي قام بيه الاخطبوط كريم هنداوي، كان ليه دور مهم جدا في الفوز وتصدى لعدد كبير من الركلات الحاسمه، وكمان كان بيحرز اهداف لما كان يشوف حارس المرمى منتخب الجزائري بيتقدم المرمى فاضي يحرز الهدف من مكانه على طول. يعني بصراحة كان أداء مبهر امبارح. صحيح. ميزة منتخب اليد كمان أنه بيقدم أداء عبقري في معظم مبارياته، بيلعب بروح كده ومجهود وبشخصية مختلفة، عشان كده بيحقق بطولات ومراكز متقدمة سواء في البطولات القارية أو العالمية، وبقى واحد من أفضل فرق اللعبة في العالم. مبروك مرة تانية، مليون مبروك، ورجالة وشرفتونا وعاملين اللي عليكم وزيادة، وإحنا ندعمكم كل الدعم، وعايزين نشوف يعني مراكز متقدمه ان شاء الله في اولمبياد باريس. انتوا خليتونا نتابع وخليتونا نشجع وخليتونا عندنا حماس، ويعني مبسوطين بيكم جدا جدا، ومستنيين وهنتابع معاكم في صباح الخير كل يعني حاجه هتحصل في بقيه البطوله ان شاء الله، وكمان كل الدعم في اولمبياد باريس. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، من صباح عليكم.